السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا هذه وصلنا إلى هاي الصفحة، عندنا صفحة 89 هالشي باللي write 3 more questions for the quiz، اكتب ثلاثة أسئلة وأكثر، ثلاثة أسئلة إضافية للكويز لهذا الاختبار. each question should have 3 answers، كل سؤال يجب أن يكون فيه ثلاثة أجوبة للاختيار منها. one question should be in the present simple، أحد الأسئلة لازم يكون بالمضارع البسيط like question 5 مثل السؤال الخامس. اوكي مثل السؤال الخامس. one should be in the present perfect، واحد لازم يكون مثل ال واحد لازم يكون بالمضارع التام. اوكي شلون هذا مضارع التام، واحد بالمضارع التام. زين مثل السؤال الرابع، واحد يجب أن يكون في الماضي البسيط مثل السؤال السابع. try to be funny، حاول أن تكون مسليا. أوكي هذه طبعا شون هذه الـ الأسئلة اللي موجودة هنا على حسب الأصول. أوكي زين طبعا هو هذا سؤال لل يعني للتسليه وللاختبار ايضا. اوكي زين work in pairs with answer the person's new questions، اعمل ضمن ثنائيات اقرا واجب على اسئله الزميل مالتك. هذا شرح اعزائي شلون راح يكون، يعني سؤال بهذا الزمن واجوبه عليه وهكذا، يعني اشبه بالنشاط اللي يصير. على كل ننتقل لصفحه 90. اوكي هاي طبعا اختيار، شوي نعطيها زوم بسيط. حوط، يقول لي حوط الفعل الصحيح. احنا شو did does it ever، نختار ever. اوكي in Baghdad in summer. does it ever rain in in Baghdad in the summer. هاي ever بال اختار هذا يعني هاي ever rain. طيب be quiet I am listening، هنا الزمن يكون شنو زمن مستمر، مضارع مستمر. زين 3 هنا نختار why do you why are you taking a photo of me please don't، هنا مستمر. اوكي هنا my sister always goes، لان always هذا الظرف اخليه شنو اخليه مضارع بسيط. who is knocking من الطارق، طبعا هنا ايش قدر شنو راح يصير is knocking لان مستمر. هنا نختار نختار شنو، يقول choose the correct verb. ننتقل اعزائي للتمرين الثاني هذا البي، اختار ال correct verb الفعل الصحيح واكتبه في الصيغة الصحيحة الفعل past الماضي او ال past continuous past simple الماضي البسيط او الماضي المستمر. هنا طبعا شوف هنا هذه يقول خالد was going to school، هنا مستمر going to school when he found 5000 Iraqi dinars in the street. زين من كان رايح المدرسة لقى 5000. هنا طبعا she was standing، شفنا شلون راح تصير هذا اللي بين قوسين غير she was standing at the bus stop when she saw a strange woman in a big red hat. طيب while I was working in my room a green bird flew through the window. we were talking to about, we were talking about Khalid when he suddenly walked into the room. I was reading my magazine when the phone rang. While you were sleeping I made a chocolate cake. طبعا انت ترجمها هي كانت تجلس في موقف الباص عندما رأت امرأة غريبة ذات قبعة حمراء كبيرة. عندما انا كنت اعمل في غرفتي طير أخضر طار عبر النافذة. نحن كنا نتكلم عن خالد عندما هو فجأة مشى أو تمشى أو دخل الغرفة. أنا كنت أقرأ مجلتي عندما التليفون رن. عندما أنت كنت نائم أنا صنعت كعكة الشوكولاتة. زين ننتقل أعزائي لصفحة 91. هنا اكتب الافعال في زمن المضارع التام البسيط.
أو المضارع التام المستمر. I've been reading, شفنا reading this book for 2 months, but I still haven't finished it. I have been reading this book for 2 months, but I still haven't finishing it. How long has he been playing? لاحظ هنا. That stupid computer game. I have never tried Chinese food. How many letters? هاي طبعا. How many letters have شوي نعدل بيها. Have شوي هذا زادة. Have you written? كم عدد الرسائل اللي انت كتبتها today اليوم. Turn the TV off. اغلق التليفون. You have been watching for about 2 hours. سد التلفزيون تصال لك ساعتين تتباوع تشوف. It won't be cold. هاي نخلي will أو won't. سوف أو سوف لا. It won't be cold in Baghdad. سوف لن يكون الطقس باردا في بغداد. You won't need, أنت لا تحتاج شنو, a coat, معطف. At this time of the year, في هذا الوقت من السنة. I'm afraid I probably won't be able. أنا أخشى أني لن أكون قادرا على لعب التنس with you tomorrow. Where will they be at this time? Tomorrow أنا سوف يكونون في هذا الوقت غدا. This bag looks heavy. هذه الحقيبة تبدو ثقيلة. I will help you to carry it. أنا سوف أساعدك في حملها. Who will give me a lift to school? من راح يوصلني للمدرسة. I'm really late. إنني متأخر حقا. Do you think we will win the match tomorrow? هل تعتقد أننا سوف نفوز في المباراة غدا؟ What will you do? ماذا سوف تفعل if you don't pass the exam? ماذا سوف تفعل إن لم تنجح بالامتحان؟ هنا طبعا هنا circle حوط الفعل الصحيح. What's wrong with your leg? ما الخاطب, شنو المشكلة بساقك؟ عتقول I've broken it. هاي طبعا تام, مضارع تام. Have you read any of جبران poems? هل قرأت أي أو سبق لك أو هل قرأت أي من قصائد جبران؟ جبران خلي جبران. Have you read? Okay, تام, قرأتها. Why are there so many police cars? لماذا هناك الكثير من سيارات الشرطة؟ I think they have been an accident. أعتقد أنك هنالك حادث. زين. Where is مريم؟ أين مريم؟ She has gone, ذهبت إلى الخارج. She will be back soon, سوف تعود قريبا. My father is a waiter, أبي نادل يعني قرصون. He has written a lot of my father is a writer, أبي كاتب, هو قد كتب الكثير من الكتب. طيب أعزائي ننتقل إلى صفحة جد, صفحة 92. عندنا هذه صفحة 92. زين. هبيها listen, طبعا listen to radio advertisement and complete the leaflet, استمع للإعلان وأكمل هذه الكراسة اللي موجودة. Section 63 A. Listen to a radio advertisement and complete the leaflet. Do you hate pollution? Are you angry about the rubbish on your riverbanks? Now you have the chance to do something about it. Saturday, May 13th is River Action Day. Go to the riverbank at 10 o'clock in the morning. Take your friends and family with you. Together we'll collect drink cans, glass, plastic bottles and bags. We'll do something about our environment and have fun at the same time. After the work we'll play volleyball, tennis and other games and have swimming and running races. At the end of the day there'll be a free barbecue and picnic for all the helpers. See you there. Together, we can clean up our country's rivers. طبعا أعزائي استمعنا الملف الصوتي حول يقول هل تكره البولوشن التلوث. هاي بعض الحلول. هاي this is our chance, هذه فرصتنا كنا في شيء ما حول الربش القمامة اللي موجودة our river banks اللي هي على ضفاف الأنهار. River Action Day, هذه Ride the Date, طبعا Saturday, بهاي يوم السبت اللي هو 13 من ماي شهر IR مايس. راح تبدي هذه الوقت بساعة بساعة بالعشرة وتبدي عملية تنظيف. Clean up the river bank, نظف هاي يعني جروف هاي ضفاف الأنهار.
وشنو collecting نجمع شنو إيش نجمع drink cans هاي العلب الشراب والجلاس الزجاج وبلاستيك بوتلز والهاي البطالة الزجاجية والباجز والحقائب. This will be a lot of fun. هناك الكثير من الفعاليات المرحة على سبيل المثال مثل إيش مثل الفولي بول كرة الطائرة والتنس أو السويمينج والرننج ريسز سباقات الركض وكوباربيكيو أيضا شواء وبيكنيك مثل النزهة وال يعني الأكل السفرة اللي نأكلها على كل هنا شنو listen and write short answers to the questions اكتب شنو استمع وهذا بال 64 اوكي نستمع للملف 64 استمع واكتب يعني short answers أجوبة قصيرة لهاي الأسئلة طبعا how many شوف هنا يقول how many plastic bottles has she هاي اللي جمعتها شقد هاي البنية 116 how long has been there شقد كان شقد هي قضت وقت هناك an hour and a half ساعة ونص when did he أو هو العفو شقد هو قضى وقت ساعة ونص وايش قد هو بقى يعني متى هو كان هناك ساعة 11 و how late he was ايش قد تأخر 1 hour ساعة how many people from his class ايش قد من عدد صفه يعني هو شافهم 5 when did he see it شو كنت شاف طارق 15 قبل 15 دقيقة مضت خلت why is she staying لماذا هي بقت للبيكنيك للسفرة للنزهة because she's playing with the she's helping لأنها كانت تساعد في عملية الطبخ استمع لهذا الملف طبعا ال 64 section 64 b listen and write short answers to the questions 1 I collected 116 plastic bottles so far Fantastic! 2. How long have you been here? I've been here for an hour and a half. 3. What time did you get here? 11 o'clock. I was an hour late. 4. I've seen 5 people from my class so far. Really? I saw Tariq 15 minutes ago. 5. Are you going to stay for the picnic and barbecue? Yes. I'm helping with the cooking. How about you? Are you staying? Yes. It's going to be fun. إذن أعزائي من خلال هذا الملف اللي سمعتوه طبعا وهذه طبعا هاي الأسئلة والأجوبة اللي موجودة. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.